اتجوزته بعد 27 يوم من الخطوبة، جمعهم حب الفلامنكو واتخطبوا في أسبانيا. كتبوا الكتاب عالضيق واحتفلوا مع أصحابهم في مطعم برا، قالت عليه رجل أحلامها وأعظم انتصاراتها. لقطات من كتب كتاب سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز. بعد 27 يوم بس من الخطوبة، فجأة الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بعقد قرانها على خطيبها إدريس عبد العزيز في بيتها وسط أهلها وصحابها، وأعلنت سلمى عن جوازها بجلسة تصوير اتألقت فيها بفستان أبيض بسيط. بعد كتب الكتاب احتفلت سلمى مع اصحابها من الوسط الفني في حفله صغيره بره، وكان ابرز الحضور نيلي كريم وهند صبري اللي عبرت عن سعادتها الكبيره بجواز سلمى ابو ضيف اللي بتعتبرها من وقت مسلسل حلاوه الدنيا اختها الصغيره. وفي اول تعليق منها على جوازها من ادريس عبد العزيز، قالت سلمى ابو ضيف تعليقا على مجموعه صور نشرتها من حفل عقد القران: اخيرا اتجوزت رجل احلامي الحمد لله، امبارح كان اهم يوم في حياتي كلها، احتفلت بنص التاني وروحي ادريس ما بين حبايبنا. كملت وقالت مش قادره اصدق كم الحب اللي حسيت امبارح من كل الناس اللي سافروا من كل حته حوالين العالم علشان يبقوا معانا في الاحتفال، شكرا ليكم على كل الحب ده. وكانت سلمى ابو ضيف فاجئت جمهورها باعلان خطوبتها بشكل غير تقليدي من خلال حسابها على انستغرام. نشرت مجموعه صور مع خطيبها وحطت عليها اغنيه زغروته حلوه. وخلال رحله في اسبانيا طلب ادريس من سلمى الزواج بطريقه عفويه، وفي اول تعليق لسلمى على الخطوبه قالت ان خطط ربنا دايما هي الافضل، وانها سافرت اول مره في حياتها لاسبانيا علشان تشوف رقصه الفلامينكو اللي بتعشقها. في المره الثانيه حصلت الخطوبه، وكانت سلمى اتكلمت عن مواصفات فتى احلامها وقالت قبل كده انا حابه يكون كريم متفاهم مش عصبي وعنده طموح. ادريس عبد العزيز شاب من خارج الوسط الفني بيشتغل مدير مبيعات في شركه جيت كرافت للطيران، ده اكبر مشتري وبائع لطائرات رجال الاعمال على مستوى العالم، اشتغل في دول كتير منها سويسرا، اسبانيا، بريطانيا، المانيا والامارات، وبيحمل الجنسيه السويسريه وبيعرف يتكلم فرنسيه واسبانيه وانجليزيه. ادريس كمان شريك في شركه بريك فاست البريطانيه للعقارات، وفي طفله دايما بيتصور معاها مسميها ابن الروحية. وعن الحب كانت قالت سلمى ابو ضيف في تصريحات تلفزيونيه: الحب ما فيهوش برستيج، عشان اكون مع حد لازم ابقى بحبه، ولو بحب انسان هقول له وعملتها قبل كده، ولو بحبه وهو بيحبني ده احلى انواع الحب، ولو ما حبيتهوش هدلقه، لازم احب الشخصيه اللي هرتبط بيها قبل ما ارتبط بيه واعرفه. كملت وقالت قبل ما اكون مع حد لازم اكون بحبه، ما اقدرش اجي على نفسي عشان بحبه، لازم احبه. في علاقات ممكن الواحد يتعرف على حد يحبه بعدين، انا لو بحبه بعدين عمري ما احبه بعدين، انا بحب الدلع. هند صبري بتقعد تقول لي انت بتحبي الحب، اصل هداري ليه؟ هو هيبان وهتبقى علاقه سويه وجميله. وكانت اخر اعمال سلمى ابو ضيف في رمضان 2024 مسلسل اعلى نسبه مشاهده اللي حصلت بسببه على اكتر من جايزه وحقق نجاح كبير جدا ومبهر، وكانت جزء من الاحتفال بنجاحها ظهرت مع الاعلاميه منى الشاذلي واتكلمت عن دورها وازاي استعدت ليه وازاي ادائها اتطور بالشكل ده.